إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، الابتلاء سنة ماضية من سنن الله جل وعلا في الخليقة. قال الله جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ومما ابتليت به هذه الأمة فساد عقول بعض أبنائها، ممن طمست بصائرهم وضلت أعمالهم، فعادوا على مجتمعهم بالتفجير والقتل والتخريب، وقد استبطنوا مع ذلك تضليل المجتمعات وتكفير الناس والحكم على المجتمع بالضلال والردة، فصاروا معاول هدم في المجتمع المسلم وأدوات طيعة في أيدي أعدائهم. وما حصل بالأمس من تفجير آثم في مسجد قوات الطوارئ الخاصة بعسير إلا دليل على فساد المعتقد وضلال السعي من قبل خوارج العصر المارقين، الذين لم يحفظوا حرمة لمسجد ولا صيانة لدم مسلم، وها هم يحيون سنة المجوس، سنة المجوس، فيقتلون في المساجد كما فعل كبيرهم أبو لؤلؤة المجوسي الذي قتل عمر رضي الله عنه وهو يصلي الفجر، وهؤلاء أتباعه في طريقته. وعلى طريقتهم سار الخوارج الذين قتلوا عليا رضي الله عنه والصحابة، وأراقوا الدماء المعصومة، فقتلوا عثمان وهو يقرأ القرآن، وقتلوا عليا وهو يوقظ الناس لصلاة الفجر في طريقه إلى المسجد. وهذا صنيع أهل الغلو والتكفير، ومن تابعهم سلم منهم اليهود والنصارى، وكرسوا جهودهم ضد أهل التوحيد والسنة، خاصة في بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية، تنفيذا لمخططات أسيادهم، وكأنهم لم يسمعوا قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه. أخرجه البخاري في صحيحه. وهؤلاء الخوارج عباد الله يفهمون النصوص الشرعية بفهمهم الفاسد، فيجعلون الآيات التي نزلت في الكفار يجعلونها في عباد الله المؤمنين، فيخالفون العلماء الراسخين ويسلكون سبيل أهل البدع في الاستدلال. عباد الله، إن هذا الابتلاء والامتحان
للأمة بهذه الفتنة يستوجب القيام من الجميع بواجبهم والدفاع عن دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، والذود عن حياض جماعتهم ووحدة بلدهم، لأن هؤلاء الخوارج تكاثرت النصوص بذمهم وبيان فساد عقيدتهم، ولم ترد الأحاديث في ذم طائفة كما وردت في ذم الخوارج. والمهم عباد الله معرفة الأسباب التي تؤدي إلى هذا المنهج الفاسد، ليقطع الطريق أمامهم ويحال بينهم وبين إفساد عقول شبابنا. والقوم لهم طرق شيطانية وشبهات خطافة يبثونها بين الناس، فالحذر الحذر عباد الله. ألا وإن من أنفع العلاج تربية المجتمع المسلم على العقيدة الصحيحة وبنائها في نفوسهم صغارا وكبارا، ومعرفة منهج السلف الصالح في التعامل مع ولاة الأمور بالسمع والطاعة بالمعروف، والحرص على لزوم الجماعة وترك الخلاف والفرقة، مع الحذر من عمارة المجالس بالمسائل الكبار كمسائل الولاء والبراء والسمع والطاعة والبيعة وأحكام الجهاد والتكفير وغيرها من المسائل الكبار، فإن هذه المسائل مسائل كبار يرجع فيها إلى العلماء الكبار. والحذر عباد الله من كل من يطعن في العلماء أو يصرف الناس عنهم إلى الدعاة المتقلبين في الفتن، أو يدعو إلى متابعة المحرضين بأساليب شيطانية الذين يشحنون الناس في المناسبات باسم الإصلاح والتغيير والثورة على التراث القديم، ويهونون من شأن الثورات والاعتصامات والمظاهرات والتحريض على الولاة، ثم يخرجون في وسائل الإعلام يتبرؤون من التفجير والقتل، وهم ممن دفع الشباب إلى الحماس الزائد وربوهم على الثورة على البلد والمجتمع والقيم والعادات والتقاليد. فالحذر الحذر عباد الله من تقديم هؤلاء أو بث كتبهم ومحاضراتهم، فإنهم دعاة فتنة وثورات، وكل ذلك مما سبق سيولد جيلا ثوريا حاقدا على المجتمع ينظر له نظرة سوداء، ناقما على العلماء الربانيين، منابذا لولاة الأمور، جاهزا للقيام بما يريد العدو بسبب تتبعه لهذه الفتن أو دفعه لها. وعليكم عباد الله، عليكم بالأمر العتيق ولزوم منهج السلف الصالح، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. ولتكن مثل هذه الأحداث دليلا على نبذنا لهذه الطريقة الخارجية وملازمتنا لمنهج السلف الصالح، فلا تزيدنا الأحداث إلا تمسكا بعقيدتنا وجماعتنا ولزوم علمائنا وولاة أمرنا والقيام بواجبنا الشرعي تجاه بيان سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الحق أبلج والباطل لجلج. دفع الله عنا وعنكم كيد الأشرار وشر طوارق الليل وشر طوارق الليل والنهار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه كان للأوابين غفورا. أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، واعلموا أن في طيات المحن منحا، وأن هذه البلاد سينصرها الله على عدوها ما دامت متمسكة بكتاب ربها وسنة نبيها، لازمة لهذا المنهج الراسخ الذي تسير عليه في تحكيم الكتاب والسنة، ولن يضرها بإذن الله كيد عدوها، فإن العاقبة للمتقين، ولن يفلح الخائن، ولن يهدي الله سبيله،
كما قال تعالى: إن الله لا يهدي كيد الخائنين. واعلموا أيها المؤمنون أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، وهذه الجريمة البشعة التي وقعت في مسجد من مساجد الله جمعت الخيانة والمكر واستحلال الدم الحرام وانتهاك حرمة بيوت الله تعالى ومحاولة زعزعة الأمن وتفريق الكلمة ومنابذة ولي الأمر والخروج عليه، وكلها كبائر مهلكة، ولكن الله لأهلها بالمرصاد. ومن قضى فيها من رجال أمننا فنسأل الله لهم الرحمة والمغفرة، كما نسأله الشفاء لمن أصيب، وللجميع بشرى عاجلة، فهم مبغي عليهم مظلومون، وسيقتص الله لهم من الظالم، وهم مرابطون يعدون العدة للقاء العدو، وهم مع ذلك مجاهدون في سبيل الله. نسأل الله أن يجمع لهم بين أجر الرباط والجهاد في سبيل الله، وما وقع لهم كان في بيت من بيوت الله وهم يركعون ويسجدون، قتلوا وهم يؤدون فريضة الظهر، ومن مات على شيء بعث يوم القيامة عليه. عباد الله، إن الواجب على المجتمع بأسره أن يقوم بدوره في محاربة هذا الفكر الخارجي وحماية الأبناء منه، وأن يتكاتف الجميع للحفاظ على نعمة الأمن والجماعة وعلى قيام السنة وظهورها في هذا البلد المبارك، مع التسلح بالصبر ولزوم طاعة الله ورسوله ومواصلة المسيرة في حماية هذه الدولة السنية السلفية. وهذا من أعظم الجهاد في سبيل الله والذود عن حياض الدين وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتحذير عباد الله من تجنيد الشباب باسم الجهاد والنصرة والغيرة على الدين، فإن كانوا يريدون الدين فهذا الدين قائم في هذا البلد والسنة ظاهرة، فلماذا الخروج عليه ومنابذة ولاته وعلمائه وأهله؟ ولكنه الهوى والبدعة تجر صاحبها إلى مخالفة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فنعوذ بك اللهم من مضلات الفتن. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أئمة الدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بواسع فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم كن للمسلمين المؤمنين المستضعفين في كل مكان عونا ونصيرا، وكن لهم على الحق مؤيدا وظهيرا. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرنا وأمرهم يا سميع الدعاء. اللهم من أراد بهذه البلاد سوءا فاصرف عنا كيده، اللهم اصرف عنا كيده، اللهم اصرف عنا كيده، اللهم افضح أمره واقتله بسلاحه، اللهم لا تجمع لهم أمرا يا رب العالمين، واجعلهم لمن خلفهم عبرة يا ولي المؤمنين. اللهم من أرادنا والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا واطمئناننا ورخاءنا يا رب العالمين. اللهم ارحم من مات في هذا التفجير يا رب العالمين. اللهم تقبله في عداد الشهداء يا أكرم الأكرمين، وعجل بالشفاء للمصابين يا ولي المؤمنين. اللهم ادحر عدونا، اللهم ادحر عدونا، اللهم تولى أمرنا، نعوذ بك اللهم من كيد الأشرار والفجار يا رب العالمين، نعوذ بك اللهم من شرورهم، وندرأ بك والمسلمين في نحورهم. اللهم اكفناهم المسلمين بما شئت يا سميع الدعاء. اللهم اكشف
اللهم اكشف سترهم، وافضح أمرهم، وعاجلهم بعقوبتك يا رب العالمين، واجعل أمرهم إلى سفال يا ولي المؤمنين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. استغفر الله.